ان اليوم اللي هجربوا فيه الاجهزه الجديده دي السيستم فيها يقع عندنا كله لمده ساعتين. وايه المشكله؟ لا طبعا مشكله يا فندم، بقول لك السيستم هيقع، يعني مفيش نظام امن، يعني لا في كاميرات مراقبه ولا اجهزه انذار، حتى الجهاز متوصل بالاسم، كل ده مش هيشتغل. عشان كده انا بقترح ان احنا نبلغ الاسم باللي هيحصل بحيث ان هم يبعثوا لنا قوات تامن البنك. ونبلغ الاسم ليه؟ احنا مش عايزين فضايح ولا جرثه ولا شوشره، دول ساعتين يعني محدش هيحس بحاجه. ايوه يا فندم ساعتين، ودول مش قليلين، كمان الخزنه يوميها هيبقى فيها 15 مليون جنيه، وده مبلغ كبير ما نقدرش نتحمل مسؤوليته لا انا ولا انت. اسمع، احنا نسلم الفرع الرئيسي للبنك مفاتيح الخزنه يوم تشغيل النظام الجديد عشان نامن نفسنا. اللي تشوفه يا فندم. هو ده هيحصل امتى؟ الخميس 24. الخميس 24، اعتقد ده تاريخ ميلاد مدام رشا، اتاكد من الداتا واقول لك. بسم الله يا فندم، بسم الله، الله اكبر. هذه ايدك يا ماما، هذه ايدك يا فندم. ولما صرنا 10 سنين ولكم كرمال عيونكم كبرنا الجائزه وضعفنا وصارت 2 مليون دولار. مسابقه فل داود اليكم. انت بتعمل على الموبايل ايه يا ولد؟ انا ببعت للاغا. اغا؟ انت بتعرف اغوات يا ولد؟ مصطفى الاغا ما بتاع بطوله الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي انت فيه، مضيع فلوسك على المراجيح وشوية على المشاريع الفارغة وشوية على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح، وفاكر نفسك فهلاوي يا ابني انت اهبل وريالتك تملطش. هو جلب موزوس في منه في التلاجة ولا خلص؟ والنبي ما في التلاجة الا دمك يا بعيد. انا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغل ايه بقى ماما؟ عم انا مش رايح البنك تاني. يا لهوي يا خدتي فمك يا رجاء، يا دي الشيلة ويا دي الحطة، رحنا على جمل وجينا على بطة. واحدة واحدة بس يا حاجة، بطة ايه وجمل ايه؟ انا اشتغلت انترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد يوم واحد يديني فلوس مش شغل يا حبيبتي. انا اول مرة اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطة ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنه الماليه. لا ما دام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح، ما تقوم تفتح عشان تكمل شلة المعاتيه. خلي بالراحة، بيوت الناس ليها حرمة. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته تترمل يكلمني ولا نص كلمة. يا صالح في ايه؟ خير؟ جايبنا على مال وشنا. ايه ده بس عشان انا موجود؟ ايه هما جوه؟ يا عادك خش يا عم، في ايه؟ خش. السلام عليكم، زي حضرتك يا طنط، اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر قمر يا طنط. الا قول لي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابة يا ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ بس يا طنط كتر خيرك، تسلمي. يلا يلا بينا، خش خش خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس، صندوق طبيخ الحاجه ده انا جعان قوي والله. يا نهار اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايا ام صالح. انت ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه؟ ماليش اسم تناديهولي. جرايا ام صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش، خش عليا عايز تضربني؟ جرايا ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. خلاص 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 يا صالح. صل على النبي، صل على النبي. انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاجه، صل على النبي بس عايز تضيف برضه. وطي. لا هنضرب بالقلم. اوطي. لا وطي هات السيجارة. حاضر حاضر. ايه انت بتدهاني؟ روح ارميها في الزبالة، روح ارمي ارميها في الزبالة. خلاص 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 ماشي يا صالح. خلاص بقى معلش، خش خش، اجري على الأوضة، اجري على الأوضة. يلا انت اتجننت يا صالح، عايز تسرق البنك؟ يا ابن اللعيبة يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحة دي. مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه ايه يا زيرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما. يا عم سيبنا احلم. البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمرة ونغب على البنك واحنا كفيلين بيها. انتوا كفيلين بيها، انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟
عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقه، قلت هنستلف. عمليه استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حراميه يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي: انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمه العدل يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60,000 وايه بقى من الحوار ده. لا خلاص، انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عموره؟ 5 مليون نحطهم مضيعه في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنه، نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنه. هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعه نقسمهم علينا بالعدل: انا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. لا يا نجم، انت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وانا واخد كام؟ 4. يبقى اسمه العدل ولا لا؟ ظلمتك. شفت بقى؟ ولا انت البنجو بتاع عم مجدف لحسك دماغك. انا اسرق بنك؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، انا اسرق بنك؟ لا 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 لا، انا مش هعمل كده. لا لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس، فلوس بجد مش فكه، ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها؟ ومعاك عربيتك وفيلتك بملك الخاص، تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح، وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم، هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق. بسم الله عليك. بيقول هنسرق. بسم الله الرحمن الرحيم. ده فوقي ده، اسمها استلاف، عملية استلاف يا زئرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا لغاية بكرة. هفكر فيها وانتوا برضه دوروها في مخكم كده. أنا مش هدور حاجة في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك. بس أنت اللي اخترت يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازما السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ اقروا، انت اتجننت ولا ايه؟ امي بره ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطه انت ويجي جنب مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. صالح، هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش، ده حرامي ممكن يبقى قتل قتله. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكم. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكم خلاص. لا تونس خلاص، قلنا معاكم بقى. خلاص خلاص يا عم زقرو. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى، خلاص كده اتفقنا. ها، بكره نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟ عندك انت يا عمرو. مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع. صالح انا ابويا لو جه وعرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وبلغ عننا. لا 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 خلاص. عندي ليه امي بلغ عننا؟ لا 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 خلاص، بس انا هبلغ عننا. خلاص بقى عندي في الفيلا. لا امي بلغ عننا. ما خلاص بقى، اعمل لنا قفله. يا سلام. انت استأذنت من مين يا متخلف انت قبل ما تنزل البول؟ خلاص يا عم ما تزعلناش. الله اللي قول لي ادعى ابوك. بعدين هنا على طول. ايوه يا ابني بيتنا. يعني انت هذا عمرو، انت وابوك وعيلتك كلها بتصحوا تشوفوا النعيم ده كله؟ لا يا عم، ابوك قاعد قد ايه بره؟ 15 يوم يا زئر. حلو قوي قوي 15 يوم دي. جيب هنا بقى ايه، قاعده عربي وهنا شوايه عشان ايه بيتني. هو اللي حلو ايه؟ هو قاعده عربي وشوايه ايه؟ بص يلا، احنا متجمعين في الفيلا انا وانت وصالح علشان مش هينفع نتجمع في بيته عشان امه، فما تظبطش بقى وتعمل حسابك انك هتقضي بقيت عمرك هنا. خلاص يا عم. الله، احنا قلنا حاجه؟ اقعد يقول لي تقضي معناتك وحياتك والكلام ده. اقعد ساكت بقى، اقعد ساكت. ايه بس في ايه؟ صالح انت اتاخرت ليه يا صالح؟ وبعدين انت مش هينفع تسيبني مع الواد ده كتير. ما هو قاعد بنقف في ميه في حاله. هو عمرك ما لكش حاجه؟ دورت الحوار في دماغك ولا ايه؟ دورته وشكلها كده يعني في خطه حلوه. بس اطلع لي بس الميه عشان نعرف نتكلم. طب ثواني بس، ثواني. صالح هو بيعمل ايه؟ زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ لا لا. زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ بقول لك لا مش بيبي. ما لو مش بيبي يا صالح تبقى انيك. اطلع يا حيوان، اطلع يا حيوان من الميه. خلاص يا عم ما توقفش فينا كده. بعمل بيبي في الميه. اهو بيعمل اهو بيبي في الميه. انت بتعمل ايه قاعد في الميه؟ بس بقى يا رب تقعد ساكت بقى. هم بيشربوها، هي بقت ورد. ده مقزز يا اخي، ده كان مقزز. بقول لك ايه يا عمرو، عشان خاطر استحملوا شويه بقى، عايزين نستحمل بعض. صالح انا ما عنديش مشكله معاه بقى. اتفضل يا سيدي. بص اتفضل، لابس ايه؟ ده انا لو مربي
سيد قشطه ما كانش هيبقى مقزز كده. ما انت برضه واحد ليه توقف يعني ادافع عنك واقول ايه الكره اللي انت لابسه ده؟ ايه يا عم ده طالع موضه في شرم الشيخ والغردقه ده. خدت ايدي بس اقعد. الله انت مش شفت اقعد بقى وتعب بقى ساكت بقى. حاضر يا عم حاضر. رجلك دي اسمعوا بقى يا رجاله انا وصلت الخطه والخطه دي هتكون كالاتي. احنا هندخل البنك لابسين ماسكات على وشنا عشان محدش يعرفنا. هنسيطر على الناس اللي في البنك بالسلاح اللي معانا. بعد كده هننزل على الخزنه الكبيره هنفجر الباب بتاعها بقنبله عشان المفاتيح مش هتكون موجوده في البنك. لما الباب يتفتح هنعبي الفلوس في شنط كبيره ونخرج من البنك زي ما دخلنا بالشياكه ومعانا 15 مليون جنيه. 15 مليون جنيه. يا سلام يا سلام. يعني احنا كده عايزين ماسكات وسلاح وقنبله وشنطه كبيره عشان نشيل فيها الفلوس. صح كده. سيبوا موضوع الشنطه ده عليا. تعجبنا يا زيرو حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده ليه؟ لسه في سلاح وقنبله ووجع دماغ. لف سجاره مرلول وجاهز. صالح انا عندي وي في موضوع السلاح ده. بتتكلم جد؟ وحياة ربنا. ازاي؟ انا عندي واحدة صاحبتي على الفيسبوك بتبيع الكتريك وسيلف ديفنس. البت دي يا جدعان جدعة جدعانة وهتعمل معانا واجب ابن لذينة في الفلوس. بتصدق قد انت الابن لذينة؟ ميرسي. ديفنس ايه والكتريك ايه يا سيس؟ احنا رايحين نتخانق في المدرسة. يعني على فكرة هي ممكن يبقى عندها حاجات تانية يا صالح. ايه بقى؟ مسدسات خرز ومنشاكو مثلا؟ انا مش متأكد من ده يعني يعني مثلا شفت عندها مرة عارف النجمه بتاعت النينجا اللي هي الحديد دي اللي بتلشق؟ ايوه المثلثه دي. ايوه دي. انا استقدر بكذب انا قاعد معاكم والله. يعني انا مش عارف انا بتكلم مع مين. واحد البشام لاحظ دماغه والتاني سيس عايز نروح نسرق بنك بنجمه نينجا. بالهداوه يا نجمه. الله كل حاجه تيجي بالهداوه. سيب موضوع السلاح ده عليا انا. اتفضل اتحفلي زي اخوك. انت بتقارني بعيل زي ده؟ ده عيل بيتشات وبيشير. بس يلا بس انا بتاعي. لا لا معلش ماشي عندك حق يا معلم زيرو. ها بقى هنعمل ايه؟ هنروح نثبت اسم ونسرق منه السلاح صح؟ لا طبعا. الواد مرجوشي ومحمد عيد كان عندهم حكايه كده من قيمه شهرين. رحت معاهم جبنا فردين سلاح من واحد اسمه المعلم بدير. صباح الفل. صباح الزفت. احنا بكره الصبح باذن الله ساعه عصاري كده نعتمد الطريق نص ساعه نوصل ساعه زمن نخلص المسائل. بس احنا كده هنبقى محتاجين مواصله. طب ما احنا ممكن نروح باوبر. هو بدير ده بعيد. ولو قريب ولو في اخر الشارع يا عمرو هنروح نجيب سلاح بتاكسي. انت متخلف يا ابني. انا اسف سوري سوري يا عم. اقتراح يا صالح مجرد اقتراح. الله. ولا عايز ايه؟ ابوك بجد واخد عربياتهم جراشه ولا انت بتشتغلنا؟ يا جدعان والله العظيم يا جدعان حلفت لكم والله العظيم ثلاثه ابويا معاقد.